سلامتي هو اسم البرنامج الشامل للتوعية المرورية الذي أطلقته إدارة مرور محافظة جدة بهدف رفع شعور المجتمع بالمسؤولية الأمنية والمرورية. يخضع قرابة 20 مليون سعودي ومقيم لاختبار استيعاب ثقافة السلامة المرورية في بلد يخسر سنويا ما يفوق 6000 شخص نتيجة التهور وعدم الالتزام بقوانين المرور. لاحظنا كثير التزام بحزام الأمان، وكذلك الالتزام على الخطوط المشاة محافظة عليها. شاهدنا كثير أنه عدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة في التقاطعات أثناء تواجدنا بشكل كبير. أتمنى أنه هذا الوضع يستمر حتى بعدم وجود رجل مرور. نشرت وزارة الداخلية آلاف العناصر للتأكد من جدوى مشروع توعوي يسعى منذ سنوات إلى رفع مستويات الذوق العام وحقوق المشاة والسلامة المرورية، وذلك وفقا لقانون يرتكز على فرض غرامات مالية عالية ويواجه انتقادا شعبيا كونه ليس سوى مجرد وسيلة لجمع أموال. وجودنا حقيقة يهدف، لأنه أتمنى والله العظيم يهدف في الأخير أن لا نجد مخالفة واحدة، مو نجمع مخالفات، لكن لا نجد مخالفة واحدة في الطرقات. طبعا الهدف يعني أكبر، وهذه نظرة طبعا أنا أعتبرها نظرة ضيقة للي يقول والله المرور موجود لجمع مخالفات. حتى وإن تقبل الشارع السعودي دفاع العقيد محمد القحطاني عن جزئية المال، فإنه يصعب إقناعه بالمساواة في التعامل بين السيارات الفارهة وغيرها بغض النظر عن أسماء مالكيها. رجعت منين؟ منهم وقفوني. بالعادة ما حد يوقف. وأنت مظلل؟ وأنا مظلل. عادة ما حد يوقفك وأنت مظلل؟ سيارة لها هيبتها. سيارة لها هيبتها. أها. نعم. حتحجز السيارة الآن، حركبها في السطحة هذه، حتوصل الحجز. بس النظام يمشي على الكل، ما في تفرقة. نعم، بدون تفرقة كيف؟ الواضح أن الاعتزاز بفخامة السيارة وهيبتها لم يفلح هذه المرة، بل شكل رسالة واضحة لكثير من السيارات الفارهة بأن لا تمييز بين مخالف ومخالف، وأن نجاح هذه الحملات سيؤهلنا إلى الارتقاء إلى مصاف مدن العالم الأول. سعود الخلف، العربية، جدة.